السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك وفيك يا رب. تفضل. أريد النصيحة والدعاء. الله يوفقنا وياك لكل خير. استعن بالله واهتم بكتاب الله مع تقوى الله، واهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخض مع الخائضين. الله يبارك فيك يا شيخنا. ما أفضل كتاب في التفسير؟ ما أفضل كتاب في التفسير؟ ما هنالك قول يقال أفضل كتاب في التفسير، لا، حسب مستواك ونوع التفسير الذي تريده. في الجملة الطبري جيد لمن كان يفهم في الأسانيد، وابن كثير طيب أيضا. الله يوفقنا وإياك. يعني نبدأ بمختصر لابن كثير؟ ماشي، لا بأس لا بأس لا بأس إن شاء الله. الله يبارك. وحياك الله يا محمد الفند، مش عارف أقرأ اسمك يا محمد، وحياك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك صحة حديث التائب من الذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سنده لا يصح. طيب معلش يا شيخ مصطفى، دايما في أحاديث الجمعة أحاديث كلها ضعيفة، فده إيه؟ من الأئمة العيب من الأئمة؟ طبعا الأئمة غير متقنين للعمل، الأئمة لا يتقنون عملهم. أي صاحب عمل لابد أن يتقن عمله. الطبيب لازم يتقن ويذاكر، مهندس، مدرس، أي صاحب مهنة لابد أن يتقن ويذاكر. فينبغي أن الخطيب الجمعة يتقن ويذاكر مذاكرة جيدة، ويعرف الصحيح والضعيف قبل أن يكذب على رسول الله وهو لا يشعر. بس ده ذنب عليه ومش طبعا، إذا كان مهمل ذنب، لأنه يتقاضى أجرا على الخطابة، فلا بد أن يتقن العمل. بس المنهج بتاعهم في الأزهر كله حديث كده. والله يتعلم، لا يكذب على الرسول. أنت ترى مثلا يكذب على رسول الله ويصيح وهو كذاب على النبي محمد. يعني الأمر ده خطر يا شيخ مصطفى. أما تحدث بأحاديث مكذوبة عن رسول الله، خطر. وأي خطر؟ يعني أنت بتضل أقواما. وحفظك الله، نسأل الله أن يرحم إخواننا أهل المغرب الذين ابتلوا بالزلزال. وقد قال الله تعالى في كتابه، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. فالصالحون منهم نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم فهمي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ارفع صوتك يا أخي، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا ازي حضرتك؟ طيب ولله الحمد إن شاء الله دايما. حضرتك أنا تواصلت مع حضرتك على قناة الصفا النهاردة، وطرحت على حضرتك قضية تحليل الدي إن إيه. نعم حصل. أرجو أن تذكر. ذكرته الحمد لله.
انا بقى الرد بتاع حضرتك كان رد ماتع وشافي ووافي. نفسي ان الناس هنا في مجلس الافتاء يسمعوه برضو من حضرتك، لان الاجابه كانت بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك كمان وكمان يا مولانا. الله يبارك فيك. فاتمنى ان حضرتك لو وقتك يسمع ان شاء الله باذن الله في محله ان تعيد طرح الاجابه، لاني انا لا قريتها ولا سمعتها من الاخر يعني. الله يبارك فيك ان شاء الله باذنك يا ربي، باذنك يا رب. الله يخليك يا رب، ان شاء الله يحفظك يا رب ويرفع بك يا مولانا. ولك بمثل السلام. بارك الله فيك بك استجير، حفظك الله يا من بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب ولله الحمد، الحمد لله. الحمد لله. شيخنا انا الاسبوع الجمعه المقبله ان شاء الله عقد نكاحي. الله يتم بكل خير. الله يبارك في عمرك يا رب، ادعو لي دعوه صالحه. الله يتمم عليك بكل خير واجعلها زيجه مباركه واجعل مأواكم الفردوس يا رب. السلام يا شيخ. عندي سؤال من فضلك. سل. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله. الغالب عندنا في شيوخ البلد اشاعره صوفيه ضلال، فهل يجوز لي ان اوكل احد في عقد نكاحي؟ الغالب في مأذون يعني ولا ايه؟ نعم، انا لا اريد ان يعقد لي نكاحي اشاعره. لا، مش هو ولي الفتاة هو الذي سيزوجك، المأذون موثق فقط. انا موكل ابي عني لاني انا مسافر خارج البلد. طيب، هو من الذي سيزوجك؟ ولي الفتاة. نعم. طب هل لك ان تذكر بس صيغة ثابتة؟ هي ما فيش صيغة، صيغ متعددة. زوجت ابنك موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والوكيل عني يقول قبلت تزويج ابنتك لابني، صح؟ لا، ما في اي. نعم، هكذا. طب هل يشترط سماع موافقة المرأة او البنت؟ اذا كان اهلها صالحون، اذا كان اهلها من صالحين يعني مأمونون، خلاص هم المسؤولون امام الله، ولا يلزم الا اذا خيفت الريبة انها تكون رافضة. نعم، لو العرف الجاري في البلد ان يسمع العاقد البنت عادي لو سألها. انت يعني في الهاتف؟ لا، لو سأل الذي يعقد. ما في مشكلة، انت الان الزوج، انت الان الزوج، هل اتصلت نعم. بالفتاة من قبل ام لم تتصل؟ نعم. هل علمت منها الرضا على زواجك ام لا؟ نعم. خلاص، ما في داعي للتنطع. تمام يا شيخ. الله يحفظك. الصيغة يعني ينفع انا وانا بتكلم مع العم اقول له زوجني ابنتك، وهو يقول زوجتك ابنتي. لا بأس، بس الشهود يعرفونك ويعرفونها ويعرفونه. نعم. الشهود يعرفونكم. نعم، يوجد شهود يعرفوني ويعرفونها. لا بأس بذلك، لكن اذا كان لك وكيل ايضا. وكيل؟ نعم، يوجد وكيل ابي. ما في اي مشكلة، هذا وذاك، الامر سهل. ان شاء الله. لو انا على عبر مكالمه فيديو لا باس. خلاص، قلنا لك لا باس، الله يحفظك، كله لا باس، ما في احد تزوج الا انت، الدنيا كلها كل يوم زواج. بارك الله يكرمك. مرحبا يا فضل الشيخ يا بعقل، وفقك الله، جزاك الله عنا خيرا. الاخ فؤاد البهلول سلمك الله وشكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير من فضل الله. كنت بسأل حضرتك بخصوص حديث مدى صحة حديث أسر الخطبة أسر الخطبة وأعلن النكاح لا يصح. لا يصح، بل الخطبة تكون مولانا حتى لا يتقدم خاطب على خطبتك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. نعم، تفضل، مع السلامة. جزاكم الله خير. وإياكم، بارك الله فيك يا سامي الموجي. السلام عليكم. معتز، جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أحبك في الله ربنا يبارك. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا لست واحدا من يطعنون. ارفع صوتك تفضلا. يا شيخ، لست أحدا ممن يطعنون فيك، ولكني أريد أن أوجه، لست أقول استدراك، ولكن تصحيحا.
يا شيخ انا اعلم انك تضاعف حديث ملك الموت مع سيدنا. كلامك يحتاج الى تدقيق. الذي قلناه في ملك الحديث ملك الموت بالضبط باختصار شديد وتدقيق شديد ان هذا الحديث رواه البخاري موقوفا ومرفوعا، صدر بالرواية الموقوفة من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن أبي هريرة موقوفا من كلام أبي هريرة، وعقب ذلك وقال وقد روى معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله نحوه. هذا الذي قيل باختصار شديد. أعلم يا شيخ، ولكن أنت أعللته ببعض العلل منها رواية همام بن منبه أنه قلت لا عفوا قلت من ناحية التقعيد العام رواية معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس أقوى من رواية معمر من ناحية القوة العامة، أقوى من رواية معمر عن همام عن أبي هريرة. حصل. ولكن يا شيخ في رواية همام هي مرفوعة أيضا ولكن في نهاية الحديث وليس في أوله. ما قلنا ما اختلفنا، ذكرنا هذا ما كتبناه الحمد لله. ممكن ترجع لكلامي السابق، الله يحفظك ويوفقك. شوف يا أخي الكريم، اعلم أي حديث يثبت عن رسول الله لا نحيد عنه إن رفضته عقولنا، فعقولنا تداس بالأقدام أمام حديث رسول الله. رسول الله كلامه فوق كل كلام، لكن الإشكالية أحيانا تتأتى في اختلاف في ثبوت الخبر إلى رسول الله من عدم، بس كده. طب معلش يا شيخ، ممكن إفادة بسيطة؟ يعني فضل. ثبت عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا الإسناد في الجامع لمعمر بن راشد. لما اطلعت عليه أراجعه إن شاء الله، لكن اللي في البخاري المعتمد البخاري وهو أقوى بلا شك وأشد خدمة، والعلماء خدموا البخاري عشرات مئات المرات، الذي في البخاري في كتاب الأنبياء معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن أبي هريرة قوله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. بص، وانا عندي مشكله بس معلش، اديني وقت فيها. ايه؟ اديني وقت حضرتك وقت فيها بس. لا ما نستطيع وقت كامل، اختصر السؤال. ماشي حاضر. السؤال مختصر، الله يحفظكم. ماشي. شكرا. انا مشكلتي ان انا متجوزه واحد من بره، وهو ما كانش عايز يعني حمل وكده، فحصل ربنا اراد وانا ما رضيتش انزل. هو دلوقتي ان هو مش عايز يجي خالص، عايزه تتخلي على ذمتي يعني افضلي، لكن انا مش جاي. عفوا، الحمل في الشهر كم؟ لا انا خلاص خلفته، انا مش نزلت الحمد لله. يعني الولد نسب اليه وهو وهو يرفض المجيء اليك. لا هو بيجي وبيصرف عليه كل حاجه، بس بيقابلني بره، بس يعني بيقول لي وقت ما عايزه تطلقي طلقي. انا دلوقتي اطلب الطلاق. انت حرف نفسك الان، انت مساله الموازنات ترجع اليك. يعني هل وجودك مع زوج مثل هذا ينفق ويطعم وما يحصلش معاشره ابدا؟ لا هو كويس، بس هو لما بيجي بيقول لي انا مش قادر افهمك، ما بيجيش يعني. لا يعني بتقابليه بره البيت ولكم مكان اخر ويحصل معاشره؟ لا ما بيعملش حاجه. لا يعني انت مش متعففه معه او يعني يعني راضيه بهذا الوضع ولا ايه؟ هذا يرجع ليك. والله بقول يمكن ربنا يهديه. خلاص، يمكن ربنا يهديه ابو ولدك. يعني اصبر عليه واستنى ولا؟ والله يا حيشة ترجع عليك، ترجع عليك اذا انت صبره. مش من النساء الشبقات التي تحتاج الى اعفاف شديد، ممكن تصبري. اذا انت تخاف على نفسك الفتنه لا تزوجي، تطلب الطلاق وتزوجي، راجع عليك. هو بيقول لي انا مش مسامحك يعني وكده، بس مش مسامحك في ايه؟ ان هو يعني انه حرام عليك انت يا اخي، من حق اي امراه تتزوج ان تنجب. الزواج من مقاصده الانجاب. ام حرام ان يظلم اولاد الناس، يظلم بنات الناس ويقول لها لا تنجبي؟ ويحمد الله ان ربنا رزقه بولد. ربنا سبحانه رزقه بولد. المفترض نحمد الله على الذريه. يعني أنا مش مسامحك انك انجبتي لي ولد؟ كلام يعقل؟
هو كان قصده يعني. مع السلامة يا أختي، قال للاستمتاع فقط، يقضي وطره ويرجع بلده بفلوس. الزواج سكن، ومقاصد الزواج الإنجاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أقول حضرتك اتفضل. بخير والحمد لله. الحمد لله، أدام الله عليك، أنت خير. ولكن ما المقصود بحرف الحاء بين نقطتين في حديث البخاري؟ الحاء بين نقطتين، بين سندين تقصد؟ أنا ما أعرف، لكن وليكن مثلا في الحديث رقم 15 في حديث صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقطة حاء نقطة وحدثنا آدم. يعني حاء تحويل السند، البخاري يرجع مرة ثانية يذكر سند آخر من الأول، تحويل السند وبداية سند جديد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أحمد. السلام سلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. يعني سلي يا شيخ، أنا كنت بحفظ في القرآن الحمد لله صلى الله عز وجل قراءتي آيتين. نعم. في سورة البقرة وسورة المائدة. ماذا كنت تصنعين؟ كنت بحفظ الحمد لله. الحمد لله. وبعد فالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. أما في سورة المائدة الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. كنت يا شيخ عايز أعرف الفرق بين الصابئين والصابئون، بالرغم من يعني هكذا قال الله. هكذا قال الله، بس أمثل جواب. فإذا علمت أن الله يتكلم بما يشاء في المقام الذي يشاء اندفع عنا كل إشكال. هذا من أمثل الأجوبة التي يجيب بها علماء اللغة. هكذا قال الله سبحانه. وإن كانت هناك التماسات تلتمس عن الصابئين، وابتداء جديد في الصابئون، التماسات تلتمس، لكن أمثل ما يقال أن الله قال ذلك وسمعنا وأطعنا. تمام يا شيخ، جزاكم الله كل خير. وإياك الله يحفظكم. بارك الله فيك يا ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله في عمري. ولك بمثل السمعين والسمعات. قال الله تعالى: إذ قال لهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح هنا بمعنى الأسر والأسر والبطر. أما الفرح، هناك فرح محمود وفرح مذموم. نعم. فرح محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أفرح أنني وفقت لطاعة الله، أفرح وأسعد أنني مسلم، أفرح وأسعد أنني وفقت لقيام الليل، أفرح وأسعد أنني أتممت صيام رمضان على خير وحججت بيت الله، أفرح بهذا. لكن أفرح فرحا يطغيني فيسمى دخلنا المرح بغير حق في هذا الباب. نعم. عندي سؤال آخر يا شيخ. سأل يا الحبيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. هل يمكن ان نستدل بهذه الايه على ان اجساد الانبياء تبقى؟ لا 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 يستدل بهذا على ان اجساد الانبياء تبقى. هذه حاله خاصه ولا تعمم، لبيان ان الله يحفظك. شيخنا الفضل وبارك الله في عمرك. وفيك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. حيا الله مولانا غالي وجزا الله عنا خير الجزاء الشيخ مصطفى ابن العدوي. ولك بمثل والسامعين والسامعات يا رب. امين واياكم. فضيلتك، في صلاة الليل هل كل ركعتين يصلوا تقرأ دعاء الاستفتاح؟ عبد الرحمن الكهرباء. لا يلزم. والأفضل يا سيدنا. والله يعني ما عندي دليل يحسم المسائل. لكن الأظهر أنها عند الاستفتاح فقط. مظبوط. طيب يا مولانا، كيف السبيل إلى فتوى ما ينفعش تتقال على البث المباشر؟ والله إذا أرسلت رسالة صاحب الفتوى الخاصة إن شاء الله أطلبك بإذن الله. ماشي مولانا، جزاك الله عنا خير الجزاء. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. الله يرضى عليك يا رب. تعالى بس شويه.
سل. انا عندي محل اسمه حد سرقني. ايوه. فانا خدت منه 5000 جنيه فهو ما سرقش الخمسه، سرق اقل. وانت تعرف القدر الذي سرقه بالضبط؟ انا عندي الكاميرات وممكن اراجع. لا يعني عفوا، تعرف قدر المبلغ الذي سرق او لا تعرفه؟ لا ما اعرفش، انا خدت كده انا مضيته على وصله 10000 جنيه وخدت منه 5000 جنيه وقلت له الخمسه الثانيه لما تجيب ال 5000 هديك. المسألة تقدر تقديرا على حسب يعني الظن الغالب، يعني هو الذي جلب لنفسه هذا بالسرقة ولا الشرع إذا رفع الأمر السلطان يقطع السلطان يده زي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا شاب، يعني شاب عندي 20 سنة وفي كلية الطب، ويعني بنتعرض لأمر للاختراقات والحاجات دي، فحضرتك تنصحنا بإيه وكده؟ أنصحك تتقي الله ما استطعت وتغض البصر قدر الاستطاعة وتصادق شبابا من الصالحين، تصادق شبابا من الصالحين يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيوه شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ، هو انا بصلي بس ايه متقطع يعني، فانا عايز التزم في الصلاة. انا بحس ان انا ايه بكسل ساعات كتير عن الصلاة. اذا كنت تخشى الله وتصدق بالقرآن استمع قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعدك ربك، يتوعد المصلين الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها بالويل. والويل قال فيه الرسول عليه السلام: واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. والويل على الوجه الآخر وعيد شديد وتهديد أكيد للمتخلفين عن الصلاة حتى يخرج وقتها. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والله ما تركوها بالكلية، لكن تركوها حتى خرج وقتها. انتبه لنفسك، الخطر قادم عليك إذا أنت مت على هذا. استغفر الله وتوب إليه وأعد الصلوات التي فاتتك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم يا حبيبي. شيخ مصطفى، أنا رأيت لك فيديو على اليوتيوب بتقول اللي وقت المغرب غلط. لا ما قلتش وقت المغرب غلط يا حبيبي. قصدك على الفجر. راجع الفيديو وتعالى ارجع لي. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله ييسر امرك. كان في اخ اسمه اشرف كان نجا لفضيلتك من السيرو في موضوع الميراث وجلسوا مع حضرتك وقلت له خد ميعاد مني ثاني يعني، فكان بيسال على غدا يعني. كلمني على الهاتف الخاص اولا قبل ان ياتي. طب انا ورنه وانا رنيت يا شيخ. لم الهاتف الخاص قبل يعني ان ياتي لان غدا مشغول. الله يبارك فيك. غدا مشغول؟ اي نعم. حاضر حاضر. سمعك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. عانك الله نور البيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخوانا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بعد اذنك، انا النهارده وجدت على صفحة فيس استاذ جامعة في الازهر هو مصور نفسه في الضريح الامام الشافعي ومنزل وكاتب تحت الصورة من نسخة الرحمات ضريح الإمام الشافعي، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز. طب ده كده يبقى يعني ده واخد نهج الصوفية ولا؟ لا شك، لا شك، هذه علامة كبيرة. شكرا يا شيخ. حفظك الله يا أخ عبد الواحد العدناني.
بارك الله فيك أفضل الشيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول الشيخ احنا دلوقتي شركة مولد. شركة ايه؟ شركة ماذا؟ تلفون. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا عندي سؤال كده حضرتك يعني تسمعني يعني. اتفضل. الصوت ضعيف يا عبد الرحمن ولا ايه؟ انا مش عبد الرحمن. نعم اتفضل. ماشي. ليه واحد صاحبه في كليه هندسه يا شيخنا يعني بيحب واحده وهما الاثنين متعلقين ببعض بيكلموا بعض، فدون الشاب ده راح طلب من البيت من بابه وراح يطلب الزواج، بس هو يعني هو صغير سنا هو 29 من 20 مثلا السنه دي، فرفضه عشان هو لم يكون نفسه ولا هو يعني ليس في كف، ليس بكف، هو ده صغير سنا، لكن هو كعقل او ككلام هو العقل اللي هيتكلم ولا الفلوس تتكلم والباء؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هو يستطيع الباءة او لا يستطيع؟ لا هو لا يستطيع كماليا، لكن يعني كيفهم عن الموضوع وفهم الموضوع. يعني هو انا بنسال سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة فيها قولان، القول الاول القدرة على الانفاق، والثاني القدرة على الجماع. فإذا كان لا يجد لا يستطيع الباءة يصبر، إذا كان أبوه قال أنا متكفل به وبالنفقة عليه خلاص، إذا تعاهد أبوه بذلك يتزوج. أما يربط بنات الناس سنوات طويلة كلها مهاترات شبابية مع فتيات لا يرضي الله هذه المهاترات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. ربنا يرزقني رؤيتك في الحقيقة زي ما شفتك في المنام يا رب. يجمعنا وياك في الفردوس. تفضل. عاوز أقول لك على حاجة يا شيخ. تفضل. أنت يا شيخ مصطفى حباك الله منزلة تموت فيها بإذن الواحد الأحد. الله يخليك. علم وعلم وأخلاق مكرمة خلدت ذكراك بين الخلق بين الخلق للأبد. الله يخليك. أعطاك المحبة في الورى وحباك بالفضل الذي لا يا رب لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. بس ربنا يسعدك ويسترك دنيا واحدة. يجمعنا ربنا وياك في الفردوس يا رب. اللهم أمين. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. كنت بتكلم مع واحد خالته دايما بتمشي في أعمال الخير و إلى آخره، تمام؟ نعم. ولكن بتخالط يعني فيها مخالطة للرجال و24 ساعة يعني وقت طويل خارج البيت و إلى آخره، تمام؟ فأنا قلت له إن المرأة بطبيعتها الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمها ببيتها، تمام؟ وقلت له لو كان أمرها بالخروج من البيت كان أمرها إنها تروح تصلي صلواتها في الفروض في المساجد، صح؟ يعني الكلام عليه يعني في جزء صح وفي جزء عليه يعني لازم له تتمة. يعني عفوا كم عمرها المرأة؟ في الأربعينات. الأربعينات بتخلو بأي رجل؟ حتى أنا يعني حتى أنا شفتها في أكثر من مكان، تمام؟ ممكن تمازح ده أو تمازح ده أو فهمت قصدي؟ لا يعني عفوا تخلو بأي رجل من الرجال؟ اللي هم ايوه اللي بتروح مثلا تاخد منهم مثلا حاجه للخير او كذا او كذا او كذا، فبتضحك مع ده او بتهزر مع ده او في يعني بكلام في ميوعه بمعنى اصح. طبعا لا الشرع لا يقر مثل هذا. وانا معك على انتقادك. معك. هو بيته جنب بيتي بس هو سمع الحلقه يعني هو لا اكلمه وقل له لا شخص المسائل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والاختلاط الزائد بالرجال يولد مفاسد. صحيح. وأنت تعرف أن المرأتين في قصة موسى عليه السلام في مدين رآهما موسى عليه السلام تزودان الأغنام والأنعام عن المياه، فقال ما خطبكما؟ بكل أدب وبكل اختصار صحيح لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولا تسألنا عن شيء الذي أجبركما على الخروج
قالت أبونا شيخ كبير. فاختلاط الرجال بالنساء يولد فتن. وقول المرأة عياذا بالله في فاحشة تضيع عليها كل هذه المجهودات. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل مسامحة من أساء إلي محمودة؟ هل إيه؟ مسامحة من أساء إلي محمودة؟ في الجملة تحمد، لكن إذا كانت المسامحة ستولد تماديا في العصيان فرب العزة يثني على قوم فقال في الثناء عليهم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا كان المسيء يتمادى في الإساءة والعفو يجرئه على الطغيان، لا، العدو الصائل يجب دفعه. جزاك الله خيرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله، تفضل. رب يفعلك يسلم السنين يا رب. يا رب وإياكم. السعيد وعرضك فضلت عليا. تفضل. أخويا قاعد في بيت لوحدي، عيشة مستقلة لوحدي. الله يوفقك. جيب تليفون فيستخدمه في ما يرضوش ربنا. بيكلم بيه حريم وبتاع والنفس تشتت منه. ورحت انا قلت لازم اغير المنكر ده. نصحته مره واثنين فما رضيش، ورحت اخذت من التليفون. قلت اغير المنكر يعني، بس انا ما بصرفش عليه، هو ايش المستقل عليه. فالتليفون يعني ينفع ارجع له كده ولا كده اخليه معايا كده ولا اديله؟ كم عمره؟ متجوز ومخلف 35 سنه. رد اليه هاتفه وذكره بالله. بس نصحته فما رضيش، ما يجيبش نصيحته. خدت من التليفون وقلت لازم عشان يهيبني، خاف مني. خدت من التليفون وقلت له تري ناس مرتك وبلاش الحريم متكلمه دي، وبالناس اشتكت منك. في ناس اشتكوا بالفعل. ايوه فندم. انا التليفون كده يعني، التليفون كده معايا يا عم الشيخ. انا كده يحل التليفون دي بحليل معايا كده، ولا انا كده بخط من غصب عنه؟ والله انا انصحك، لانه هو بالغ وكبير ومتزوج، فالذي انصحك به حتى لا تتفاقم المشاكل عظه بالمعروف وسلم له الهاتف، لان ابسط شيء يشتري هاتف اخر. بارك الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وياك، تفضل. حياك. كنت عايزك يا شيخ تقول لي ما هي كتب الحديث للمبتدئين من طلاب العلم في علم الحديث. لمن؟ كتب الحديث للمبتدئين من طلاب العلم في علم الحديث يا شيخ. يعني المصطلح ولا الاحاديث وشرحها؟ ماشي، مصطلح الحديث يا شيخ. مصطلح الحديث ممكن في كتاب اسمه تيسير مصطلح حديث للشيخ الطحان، لنا كتاب صغير يساعدك على ترجمة هذا اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، إن شاء الله ينفعك. وعندنا سؤال تاني لك يا شيخ. سل. أعذرنا نحن سكر يعني. لا، ربي يبارك فيك، تفضل. نعلم أنك تلقيت العلم عند تحت هذا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمه الله. فما كانت وصايا الشيخ مقبل لك يا شيخ؟ ها؟ فما كانت وصايا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمه الله لك يا شيخ؟ ما الوصايا؟ وصايا الشيخ مقبل لك كانت، ما هي الوصايا دي؟ الله يرحمه رحمة واسعة. من أعظمها لزوم الكتاب والسنة وتقديم الدليل على كل قول. هذه كانت وصايا الشيخ لك يا شيخ؟ نعم، من هذه الوصايا رحمه الله يا شيخ. عزم الله. السلام عليكم. أمين. الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الجليل، بارك الله في عمرك يا مولانا. الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك يا مولانا. بقول لك يا مولانا، أنا دلوقتي في صلاة العصر دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة. إيه؟ أنا هو بيقرأ الفاتحة، أنا عمل ما قرأت مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. أيوه. وأسلم وأنا قمت، أقرأ بقى الفاتحة فقط ولا أقرأ؟ لا، الفاتحة فقط. الفاتحة فقط. وإن قرأت سورة معها لن تلام يعني. لا ماشي، ما انا بسالك يعني، انا بشوف يعني. لا، الفاتحه فقط، وان قرات مع شيء لا لوم عليك ولا تسلم. تمام. جزاك الله خير. بارك الله في عمرك. بارك الله فيك يا اخي رضا حماد، الله يسلمك.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على أسد السنجة الذي ينصر الله به رسول الله. استر علينا الله، يستر عرضك في الدنيا والآخرة. احنا اخوانك نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، الله يبارك فيك. تفضل يا والد. تفضل يا والد. الله والله لكنني يعني اتعشر ان الله سبحانه وتعالى يعني ينفع بيك الله يجمعنا وياك يا فردوس. انا عندي سؤال يا مولانا، يعني ارجو ان حضرتك يتسع صدرك لي. هل التصوف مذموم في ذاته ولا بسبب لو اجى يعني الخلل اللي في عقائد بعض الناس؟ انا اسالك سؤالا وانت رجل الحمد لله انا احسبك فقيها، هل انت وجدت اسم التصوف هذا في كتاب او في سنه؟ لا لا، يعني اصطلاح حادث لا حاجه لنا فيه، ونحن مسلمون المستقيم منا على الكتاب والسنه نسميه رجل صالح، الحائد عن الكتاب والسنه ياخذ وصفه باختصار شديد. اما ان ننشئ جماعه الصوفيه ما عندي اي مستند ان انا اتكلم في انشئ شيئا جديدا اسمه الصوفيه. ده اتحدث عن منهج معين ان هو يعني يلقى بالنفس ويلقى بالقلب ويحافظ على ذكر اصحاب رسول الله عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام افضل منا. نعم. وما اخترعوا اسم الصوفية ولا زكوا أنفسهم بأي أسماء إلا أنهم مسلمون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مقولته: والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. وعائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومضت أمورهم، الآن أصبح اختلقوا اختلاقا أو اصطلحوا اصطلاحا سموه الصوفية، ولهم شعائر يلازمون القبور ويدعون الأموات من دون الله، ومدد يا بدوي ومدد يا رسول الله وموالد وقصص أنت لا 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 تخفى عليك. فلسنا في حاجة إلى هذا الإصطلاح من الأصل. ما شاء الله بكم. الله يبارك فيك. تفضل. الله يغفر لي ولكم. السلام عليكم وبركاته. جنة الرحمن، بارك الله في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. اتفضل. الله يسلمك. أريد منكم أن توجهونا نصيحة للذين يخطئون في الألفاظ المخالفة للعقيدة، مثل لا حول الله أو فلان ربنا استقر وأنا وغير ذلك من الألفاظ المخالفة للعقيدة الشيخ. إن شاء الله تحتاج إلى محاضرة موسعة بإذن الله، حتى لو نصيحة قليلة، لأن رأيت كثيرا يتلفظ بالألفاظ المخالفة للعقيدة شيخنا. كثيرة جدا هي، يعني حتى في التسمية، حتى في تسمية الأشخاص. عندنا في مصر يقول لك إيه؟ عبد الرحمن. صح كده؟ صحيح. عبد الرحيم. عبد الكريم. الله لا اسمه الكريم ولا اسمه الرحمن ولا اسمه الرحيم. الله اسمه الرحمن الرحيم الكريم. حتى أسماء الله. فالمسألة مسألتك تحتاج وقت واسع للإتيان على الألفاظ وإعداد جيد. نصيحة يعني نصيحة يعني يسيرة منك يا شيخ. والله أنا قلت اللي عندي نلزم الكتاب والسنة ونسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك؟ طيب ولله الحمد. الله يرضى عنك يا رب. كنت عايز اسال بس حضرتك، احنا في شغالين دكاتره في وحده وبنقسم الايام ما بيننا في شرطين اختصار. اختصارا في قيدان. نعم. في هنا قيدان، القيد الاول عدم الاضرار بالمسلمين اذا تخلفتي. لا ما فيش اي ضرر خالص. لا كمل كلامي انت دكتوره تفهمي. يوميا موجود على الاقل اربعه. يا اختي اسمعي الكلام لاخيره. أنا لا أحاكمك، أنا أبين أمرين يلزمان حتى يتم لك المراد. الأمر الأول عدم الإضرار بالمسلمين بتخلفك، الأمر الثاني موافقة المدير المباشر. تمام. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. و
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل الله يحفظك. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب من فضل الله. لي سؤال إذا أذنت لي. تفضل. هل المتدبر للقرآن والمعتني بفهم معانيه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أم أن هذين الحديثين مقتصران فقط على الحفظ؟ لا، من قال مقتصران على الحفظ؟ أهل القرآن حفظته من يفهمون معناه، من يعملون به، من يدعون إليه. أهل القرآن عامة، لا تظن أن القرآن حفظ فقط، ولا الخوارج كانوا يحفظونه، لكن هناك حفظ، فهم، عمل، دعوة إليه، تحاكم إليه، نصرته، النصيحة له، كل ما يقتضيه. نعم نعم نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. في زوجة عايزة نصيحة حضرتك. هي زوجها يعني بيحادث النساء، وهي نصحت كتير مرات كتيرة، عشرات المرات، وهو لا ينتهي، وأقصد لها مرات كتيرة، فهي تعمل إيه؟ يعني عفوا، هل هناك توابع لهذا الحديث مع النساء؟ هي لا تعلم غير ان هو بيحدثهم هاتفيا وبالوصف بالكتابة. كلام محرم؟ كلام ايوه، يعني ما ينفعش غير مع الزوجة بس. مستمر على هذا الزمن؟ يعني بيوصل اكثر من كده ولا لا؟ مستمر من الزمن على هذا ولا ايه؟ من فترة، وهي ذلك كذا مرة وهو لا ينتهي. والله إن نصحت، وما قبل النصح يتكلم مع النسوة الأجنبيات بكلام لا يتكلم به إلا مع الزوجة، والله إن فارقته لن تأثم. شكرا. أحفظ لدينها أصلا فاسق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك مصطفى. الحمد لله، في نعم من الله. الله يبارك في عمرك. عندي سؤالين بس اللي عرفنا حضرتك. تفضل. السلام عليكم. كيف حالك وبركاته؟ نعم. لو سمحت دلوقتي في يعني ناس معروفه بالطريقه النصب الجديده، هو بيبعت لي مهمه مثلا زي ان انا اقيم مطعم مثلا بتقييم عالي، مقابل ان بعد التقييم على طول بيبعت لي 60 جنيه. بعد ما يبعت لي 60 جنيه بقى هو كده بيكسب ثقة العميل، فبيبدأ يطلب منه فلوس مقابل ان هو بعد كده يرجعها له بزيادة وبتاع، اللي هو يعني هيرجع طبعا باخد الفلوس مش بيرجع. فانا اخدت 60 جنيه منهم وعملت لهم حظر، فحكم الفلوس اللي معايا دي. يعني هم عفوا، ما شروطهم لكي تأخذ 60 جنيه؟ أنت أعد للسؤال. قالوا لي يعني قم ينصبوا عليك، نصبت أنت عليهم بالضبط. بس أنا عارف أنهم نصبين والله أعلم بالفلوس اللي معهم دي، بس هم المهام اللي طلبوها مني كان التقييم لمطعم، هو ده موضوع ما فيش مشكلة، وبالفعل أنا قيمت المطعم وبعت لي بعدها 60 جنيه. خلاص ماشي، ما فيش مشكلة، خدت خيرهم وسبت شرهم ولم تقع في الفخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخنا؟ وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ والله انا طيب لله الحمد والشكر. الحمد لله، ربنا يبارك لنا في عمرك وفي صحتك ويسعدك في الدنيا وفي الاخره يا رب. يا رب امين. شيخنا انا دلوقتي ما بعرفش اكمل قراءه الفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه مع الامام، فانا مثلا اكتر من ركعه، وطبعا في الركعه الاولى الثانيه بسمع القراءه ما بقراش، فانا مثلا كده ما كملت، حصل لي الاربع ركعات ما فيش ولا ركعه كملت فيها الفاتحه، صلاتي تبقى صحيحه كده؟
يعني في حديث يعني لم يقرأ بأم الكتاب. عفوا أنت موسوس ولا إيه بالضبط؟ والله يعتبر يعني مش يعني بصلي بقرأ عادي يعني بقرأ اللي هو القراءة بقرأ بسرع في القراءة بس هو سريع جدا. حتى في ناس برضو بيبقوا زي كده مثلا بيقفوا يكملوا الفاتحة بس أنا بركع يعني. في ناس قالوا لي اركع والإمام بيحمل عنها يعني. إذا كان بالإمكان إنك تختص يعني تتجاوز في صلاتك يعني تسرع بعض السرعة وتأتي بالفاتحة أفضل، وإلا فالصلاة صحيحة حتى لو ما قرأتش الفاتحة في أي ركعة من الركعات الصلاة صحيحة. الشكر. واحدة من الأخوات معلقة بكلمة برافو عليك. ما معنى برافو عليك هذه؟ لا تتعجمي يا أخت الله أغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. الله يبارك في حضرتك. أنا الخط قطع وأنا بكلم حضرتك. تفضل. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة من أحب زوجاتك يا رسول الله فقال الذي أعطيته التمر اللي هو حديث التمر لأنه سمعته على الذي أعطيته الذي التي أعطيته ماذا؟ التمرة هي أحب زوجتي ليس النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أعطيتها التمرة؟ نعم التمرة مرة على زوجاتي. والله ما أعرف هذا الحديث ما مرة ما أذكره مرة علي والله. نعم هو الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة على كل زوجته وأعطاها تمرة وقال له لما جمعها التي أعطيته التمرة هي إيه؟ لم يمر علي لم أحققه الله يحفظك. نعم سؤال صريح من أحب النساء إليك يا رسول الله قال عائشة قال من الرجال قال أبوها. سلام. آسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤال أنا شفت في اليوتيوب يعني بحثت عن متى يكون محبة الكفار كفر وأنت قلت ما في يكون محبة الكفار كفر. أنت قلت أنك طالما يعني لم تحبهم في دينهم فهو ليس كفر. صحيح. في محبة شرعية ومحبة جبلية. مثلا أنت متزوج فتاة نصرانية. فتاة نصرانية جميلة تحبها لجمالها ولحسن أخلاقها ولحسن تبعولها. ليس عليك شيء من هذه المحبة لكن تحبها لدينها ولأنها تقول المسيح هو الله المسيح ابن الله تكفر. وإن يعني من قال أنا أحب الكفار بسبب يعني مثلا طيبتهم هل هو كافر؟ لأني شفت بديك. أنت فهمت الكلام؟ الحب الجبلي أحببت شخصا حبا جبليا لخلقه لكرمه يختلف عن الحب من أجل العقيدة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم يا شيخ مصطفى هل ثبت حديث النهي عن الإيقاع؟ الإيقاع إيقاع في الصلاة يعني الإيقاع المكروه ورد حديث لكن احتاج رأي السند اللي هو يا شيخ حديث أبي الجوزاء عن عائشة إيقاع الكلب كان ينهى عن عقبة الشيطان. أريد أن أراجعه الله يحفظك. طب السلام عليكم. السلام عليكم بركة الشيخ مصطفى الله في عمرك في بركة يا رب لا خليك سيدنا الشيخ مصطفى والشيخ مصطفى بس طلب ثم سؤال تفضل. دليل بالزوج الصالح كان إن شاء الله الله يرزقكم الله يرزقك زوجة صالحة يا رب. اللهم امين. صحة حديث كل ما قدمته لأهلك فهو صدق عليهم. ألو بهذا اللفظ أحتاج لراجعة لكن عندنا كل معروف صدقة حتى اللقمة ترفعه إلى فيه زوجتك تحتسبها صدقة. تمام يا شيخ مصطفى. طب استاذن حضرتك بس شيخ مصطفى انا اريد ان اتقدم لخطبة احدهم تمام بس القائد في البيت هو المرأة وليس الرجل يعني في البيت.
يعني أنت تريد تتقدم لخطبة فتاة والتي في البيت أمها، أبوها فين؟ أبوها موجود بس الكلمة كلمة أمها. طيب أبوها قال لك كلم أمها ولا إيه؟ مش بمعنى اللفظ يعني كده، يعني أعتبر هو صورة زي ما بيقولوا كده يعني. المهم كلم والدها الأول، وإذا قال لك كلم أمها خلاص كلم أمها بعد ذلك. لا يعني تنصحني يعني ندخل هذا البيت يعني ولا؟ على حسب حال البنت، إذا كانت البنت طيبة ووفية لا تزر وازرة وزر أخرى. البنت طيبة بس هذه يعني بتسبب مشاكل بعدين يعني القرارات. يا عم خلاص توكل، مش لا تريد أسيبها لغيرك. خلاص خلينا نروح لها، نرسل لها أي واحد من الشباب يروح لها. أنت مالك؟ البنت طيبة ودينة، خلاص لا تزر وازرة وزر أخرى. جزاكم الله خير. موضوع يعني مش، هل كل بنت أمها شديدة نتركها؟ لا ليس هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في حضرتك. بيكم. بقول لحضرتك كان في مجموعة شركاء مشتركين في آلة حفر معينة. واتفقوا فيما بينهم يعني إن هو أحد الشركاء هيخرج من الشراكة يعني. واتفقوا ان هو ليه مبلغ معين اخد به بنص المبلغ شيك دلوقتي وجزء بعد موعد يعني بعد شهر. طيب حاليا هم عرضوا وكانوا طبعا كان في مستخلصات بأيالهم ليهم فلوس بره، فاتفقوا ان المستخلصات دي لما ترجع هتقسم بين الشريك اللي هو خرج وبقيه الشركاء بالتساوي. طيب. لان هو اللي هيستلم المستخلصات، فهو حاليا طلع مستخلص هو استلمه لوحده ما اخبرش بيه احد. تمام. وحاليا بقيه الشركاء عارضين الاله دي للبيع، فالاله ممكن تكسب يعني فلوس زياده عن نصيبه اللي هو ارتضى ان هو ياخده لما يخرج. فهل لما يبيعوا يعني يحسبوه كشريك ولا هو ليه المبلغ اللي تم الاتفاق عليه في الجلسه؟ لا 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 يحسبوه كشريك، يعتبر هو الذي ظلم الان يعني، هو الذي ظلمهم. المفروض المستخلص اللي هو صرفه يوزع على الثلاثه. تمام. وهو أخذه لنفسه. تمام. ثانيا طيب في سؤال، يعني المدة اللي كانت مسموح بها بالشيك شهر كانت مضت أو لم تمضي؟ لا لم تمضي لسه، لم تمضي. طيب هو ظلم الآن. هو ظلم. الله يكرمك. تمام ماشي ماشي. بارك الله فيك يا محمود زكي، غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يعطيك العافية شيخنا. ويعطيك ربي. الشيخ ممكن معلش معاك سؤال سريعا. الاول شيخنا، هل يجوز ان نصلي الفرض خلف الانسان الذي يصلي النافله؟ نعم. قال الرسول من يتصدق على هذا من يتجر على هذا، لما جاء رجل متاخرا وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى اهله يصلي الى قوم يصلي بهم. نعم. طيب شيخنا، انا اعمل بالسعوديه يعني، اعطي لشخص هنا بالريال ويحولها الى مصر يعني، بس ما يحولها بنفس التوقيت اللي بعطيها اياه، بتاخر يوم او اخر اليوم، يجوز ولا لا؟ لا يعني هو وكيل ولا بائع ومشتري منك؟ هو بائع ومشتري مني. لا، البيع والشراء لازم يدا بيد، خذ وهات. سلمته في السعودية وكيلك يستلم من وكيله في مصر في الحال. والوكيل في مصر لابد أن يسلمها بالحال. نعم، إذا كان بيع أنا أسلمه الألف ريال في السعودية وأقول له في نفس التوقيت مندوبي يستلم من مندوبك قيمتها في الحال. أما إذا كان لا يجوز. نعم لا يجوز التأخير إلا في حالة الوكالة. إذا قلت له هذه 1000 ريال أرسلها إلى مصر وحولها لي كوكيل ولك أجرة التحويل كذا كذا. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ما نصيحتكم للشباب المقبل على الزواج في اختيار الزوجة يا شيخ؟ أن يظفر بذات الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. فاصفر بذات الدين تربت يداك. لا يمنع أن تكون دينة وجميلة، لا يمنع أن تكون دينة وحسيبة، لا يمنع أن تكون دينة وذات مال، لكن الأصل الدين.
وما نصحتكم للبنات يا شيخ الذين يخالطون الشباب على مواقع الانترنت يا شيخ؟ يتقين الله في أنفسهن ولا يفسدن في الأرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب، تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا سيدنا؟ عافاك الله من المكروه والسوء، تفضل. أود أولا يا سيدنا أن أوجه لكم كلمة شكر من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزاك الله خيرا، الحمد لله. جزاك الله خيرا، علمتنا. اعتبرها وصلت، أشكر الله ثم أشكرك. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. لكن لي طلب فقط يا سيدنا، تفضل. يعني أرجو أن تلبيه لنا، وهو أن تكمل لنا شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. إن شاء الله، احنا كنا فقط انتظرنا، كان عندنا مجموعة من طلبة العلم من زمن وحققوه، ويفترض أن نشر في دار التقوى، فكنا انتظرنا من أجل أن نأتي بالنسخة المحققة بإذن الله ونكمل إن شاء الله. يا ماشي، طيب جزاكم الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخانا. وحياك. ما هي آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان شيخانا؟ آثار الذنوب والمعاصي كثيرة، منها حرمان الرزق. حرمان الرزق، هو الرزق مش محصور في المال يا شيخانا؟ نعم طبعا، محصور في المال بس. طبعا رزق من أعظم رزق، رزق بطاعة الله. المعصية تسبب لك انصرافا عن الطاعات، ثم انصرفوا صرف الله. في بعض الناس شيخانا تظن ان الرزق هو المال. ما الرزق مال ايضا، ممكن يعني تحسبه المال فقط يا شيخ. لا، الرزق رزق اعظمه رزق الطاعة، التوفيق للطاعة. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ظلمة في القلب، قلة في الرزق، عدم بركة في الأولاد، عدم بركة في الصحة، كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ مصطفى الجوهري. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن طارق. ربنا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا يا شيخ مصطفى، أنا أشهد الله أن أنا بحبك في الله والله وربنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا شيخ مصطفى، انا عندي سؤالين. يعني هو اول حاجه، انا والدي الله يرحمه توفى الشهر اللي فات. الله يرحمه. فهو الحمد لله يعني عليه من علامات الصلاح وحسن الخاتمه، الحمد لله، لانه زكى على الله يعني. الحمد لله. انا شيخ مصطفى، انا عايش في تعب، ان انا خايف على والدتي، وعندي زي وسواس ان انا مرعوب عليها، خايف عليها على طول على طول على طول، خايف عليها. كم عمرها؟ هي عمرها 58. طيب، ألا تذكر قول الله تعالى: الله خير حافظا وأرحم الراحمين؟ والله يا شيخ، يعني أنا أنت خير حافظا أو الله؟ هو الله الحمد لله، بس أنا الحمد لله عندي حسن ظن والله، من حد آخر لحظة قبل ما والدي يتوفى أنا كان عندي حسن ظن. لا تظن أنك الحفيظ لوالدتك، الله يحفظها. اللهم أمين يا رب. كده ولا بالهداية بس. ثاني حاجة يا شيخ مصطفى، هو منكر ونكير في القبر، بيقول لسان الميت ويسألوه، يعني بينتهروه ويجلسوه ويسألوه اللي هم الثلاثة. قد تتعجب إذا قلت لك أن تسمية بالمنكر والنكير الحديث فيه يعني نزاع بعض الشيء، لكن السؤال ثابت، ثابت أننا سنسأل في قبورنا، والله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهو قول المؤمن عند السؤال إذا سئل من ربك، قال ربي الله. أما تسمية المنكر والنكير فالحديث بذكر المنكر والنكير في بعض النزاع، وهو الحديث ملكان أزرقان إلى آخره، لكن السؤال ثابت في القبر. المنكر والنكير في بعض النزاع. دلوقتي يا شيخ، هو هل الروح اللي بتسأل ولا الجسد بيترد له الروح؟ المهم يا أخي، لا تدخل نفسك، لا تدخل نفسك فيما لا فائدة لك فيه. أيقنا أننا سنسأل،
وإننا سنقام ونقعد ما يوجه إلينا السؤال سمعنا وأطعنا، كيف ذلك الله أعلم. قد أنا أقول لك شيء يعني في الدنيا بالعقل كده، يعني أنت لا ممكن تكون جالس جنب واحد نائم والنائم هذا في نومه يجد عذابا أليما وثعابين وحيات ورعب في النوم ومصائب في النوم، ما يصحى يقول الحمد لله أنه ما فيش حاجة، لكن حصل أنه مهموم في النوم وبجوارك وأنت لا تشعر، وقد يكون شخص منعما. فخليك كده راضي بما قاله الله وقاله الرسول، وكل ما وراء ذلك إلى الله. لك يا شيخ بس الدعاء لوالد الله يرحمه، يرحم والدينا والمسلمين، وانزل على قلبنا وقلب أمك وقلب السمين وسمعت السكينة يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. أخبار فضيلتكم تمام؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظكم ويرفع قدركم يا رب إن شاء الله. يا رب وإياكم. اللهم أمين. شيخنا أنا من محافظة أسوان. مرحبا بك يا أسوان. الله يحفظكم ويرفع قدركم يا رب، لكن نشهد الله على محبتك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم أمين. لكن سيدي لدي سؤال، لكن يعني أطلب من الله عليه يعني تطول شوية عليها يعني. الله المستعان. أمين يا رب. سيدي أنا أول حاجة اللهم لك الحمد، راجل الحمد لله أتبع منهج السلف الحمد لله، وأقول بقولهم وأعتقد اعتقادهم والحمد لله، هذا ما تعلمناه من فضلكم ومن مشايخنا جميعا. الحمد لله. الحمد لله سيدي، وكذلك أنا راقي شرعي الحمد لله، أرقي بالقرآن ولا أتلفظ غير اللهم بكلام الله وأدعياء النبي صلى الله عليه وسلم ودعواتي لله عز وجل. تسمح لي تسمح لي بمداخلة؟ تفضل. الله يزيدك من فضل. كم عمرك؟ أنا؟ أيوة أنا 34. طيب، أغلب اللواتي والذين يأتونك رجال أم نساء؟ نساء. أغلبهن نساء. أغلبهن نساء. ألا تخشى على نفسك الفتنة؟ فعلا فعلا سيدي، لكن يا شيخنا اللي خلاني أضطر للأمر دي دعوة دعوت الله بها لكثرة الدجالين والمشعوذين في بلادنا، وهي دعوة والذي جعلني أخرج إليها هذه الدعوة. قلت اللهم إني أخرج غجرة على توحيدك وأنت أشد مني غيرا، اللهم إني يا رب أخرج أدعو إلى توحيدك دون أدعو الناس أن لا يذهبوا إلى الأضرحة أو هذه المقامات أو إلى هؤلاء المشعوذين الذي أخبر النبي عليه السلام على حرمية إتيانهم، فخرجت في هذا ومن أجل دعوتهم في بس أدعو الله بهم. نسأل بعض الأسئلة الله يغفر لي ولك شوية. اللهم صل على محمد. سيدنا هل تخلو بالنساء عند العلاج؟ لا 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 لازم، لا بد يا سيدي أن يكون معها حد يعني من أهلها يعني محرم بها. طيب عفوا، أنا علمت موضوعك، ما السؤال الذي تريد أن توجهه إليه؟ قال يا سيدي أنا ومن أشد الناس اللهم لك الحمد في الرقى، اللهم لك الحمد أرفض الخدمة ومن يدعي إليه. يعني ترفض انك يكون لك عفاريت خدامين؟ اعوذ بالله، ترفض هذا وهذا ما تعلمناه من القرآن والسنة. يعني في غيرك بيقولوا احنا معنا فريق عمل من العفاريت بيخدمنا، صح كده؟ وانت ترفض هذا؟ في من يدعي، لكن سيدي بفضل الله عز وجل انا اوصل في هذا الامر يعني وابطل هذا الكلام بأدلة قرآنية ونبوية، وأنا من أشد الناس من الرقى هنا عندنا في بلدنا، من أشد الناس والرقى أنهم يحرمون تحريما شرعيا في هذا الأمر. أيها الراقي الوقت انتهى، لكن ما سؤالك باختصار؟ لأن الوقت انتهى ونحتاج معك مجلس طويل. طيب. نأخذ الوقت فيه. نعم أقول نحتاج معك مجلس طويل غير نأخذ الوقت فيه. أنا الأمر ده خوفني، يعني إذا كان في الرقى طبعا أنا الحمد لله لا أمس النساء لا أمسهم، لكن سيدي ساعات أقول بسم الله يربط يديه تكتف يديه تكتف قدميه فتكتف اليدين
والقدمين. يعني لما تقول بسم الله المرأة تقيد. أدعو بدعوات لله عز وجل، الله يا ربي يا ربي إذن يا رب أن تكتف لديه، يا ربي إذن أن تكتف قدميه، يا ربي إذن بضربه وحرقه وموته، هكذا لا أتلفظ غير اللهم بكلام مسموع وكلام مشروع. دعوات لله عز وجل وأدعو لله تبارك وتعالى. لكن سيدي أنا خشيت على نفسي، أنا خشيت على نفسي أن يكون معي جن. أنت ملبوس يعني؟ لا يكون معي جن يعني يساعدك قدام معي، وعندما اسال من الجن الا ربطكم يقولوا لي انت اللي ربطنا، ازاي انا معي جن؟ يقول لا انت بكلامك بقرانك بتربطنا، وانا يعني اخشى من الجن انه يكون كذاب، وتخشى من المتكلم ان يكون كذاب ايضا، ممكن واحد بيعمل فيلم عليك كده ويقول لك لا يا سيدي لا فعلا لم أجربه على واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، لا كثير، وبفضل الله بيكون الأمر. أما تجيلنا مرة كده إن شاء الله تزورنا مرة، هنجيب لك واحد من الناس اللي راكبوا مع عفريت ونشوف كيف ستعالج. بفضل الله أنت على رأسي، قدمك على رأسي. إن شاء الله نشوفك كده بإذن الله، لنا معك لقاء، موضوعك هيطول، هناخد وندي معاك كده كثير، بس الآن حافظ على توحيدك. على توحيدك، حافظ على توحيدك إيمانك، الحمد لله، حافظ على نفسك من فتنة النساء وفتنة الفلوس، الحمد لله يا سيدي، ورقي نفسك من العفاريت يا أخي شيء، يمسك الشيطان بنصب وعذاب. السلام عليكم. أنا دعوة يعني أنا يعني سؤال سيدنا، أهذا يجوز أم لا يجوز؟ أنا ما بقول لك لا، معك أخذ وعطى كثير، لنا معك اخذ وعطى ان شاء الله. طب انا يعني كيف اتواصل مع سجلتكم؟ خذ رقمي الخاص 0000533. ثواني سيدي ثواني، كم؟ 5 0 5 3 3 3 8 3. سلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله. صلوات ربي وسلامه عليه شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا نصيرا وكن لنا حفيظا يا رب العالمين. اللهم كن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا ربنا يا سميع الدعاء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا يا رب واستر سخائم قلوبنا. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.